الأربع عشر دقائق على FM أحلى راديو هذه العربية لا تجيكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الأنوار للناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على الشان FM TV على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. ولا لا يقتلنا عادة معنا حد يروح متغشش، شعار بدينا به، شعار ان شاء الله باش نواصلوا به تيلة الموسم. اتوال 600 اتوال واحد دياز كود يوصلك للألف دينار كاش، 3 ملايين على الديجيتال، علاش لا تكون انت سعيد الحظ والفائز بالخمسين مليون كاش من اهداء اتصالات تونس. حلقة 13 جانفي 2023 بعد ما اكتسح الميدان قياس البارح القيدوم، يجينا القيدوم رقم 2 والمنافسة شرسة على الـ على الـ على شارة القيادة. وانا ناكد لكم جوني برشا مساجات البارح قالوا لي توحشنا نشوفوا بندقة وقياس كيما رمضان. انا نوعدكم اللي فما مباراة هكا سوربريز في وسط العام قياس ولطفي بندقة فرحان برشا. لي معايا اليوم نجم الكوميديا نمبر وان لطفي بندقة، اين انت يا لطفي؟ هاني في استوديو بتاع FM مع المنشط اللامع البيوض هاي صديقي خريات فرحان برشا واني موجود وان شاء الله كل عاده توحش ونفرحوا توحش جو رمضان واحلاها شيخنا في رمضان ما في مش بيه الوقت في بالك العباد اللي تسمع فينا ولاو يطلبوا التحدي قياس لطفي بندقة. اي هو حلقات على عجيبة. حاضر انت للموضوع هذا خاطر باش نعمل لكم سيربريز. انا بدي بيت في ريال مدريد حاضر في روحي هكا تو. البارح راهو قياس خسر بالضربة القاضية. يا قلت لي خير. مع صابرين خليفة منصور. تعرف شنو بالضربة القاضية. اسم خليت... فنانة صابرين خليفة منصور. اي صحيح. قوي قوي. اما انت اليوم عندك فاشن ديزاينر مغرومة بالموضة. جونتي. وباش نعطيك معلومات عليها كيما عملت قياس البارح. سريعة في البازار. ثقافة عامة تقول أنا قلت لي خير جميلة فوق هذا الكل فرحان برشا اللي معايا مشيت إسلام جملي أين أنت يا إسلام؟ عاصمة وليد عاصمة لطفي فرحانة برشا اللي باش نلعب معاهم حتى صابرين بدات هك نفس الجمل عاصمة سي عبد الحميد بدا القصف العشوائي بعد صحيت بعد خويا دراعك يعلم لا لا ها اصحابي نفسي لطفي صباح عجيب ايه سيدي خويا الميدان الميدان المية تكذب الغطاس المية تكذب الغطاس يلا سيدي نمشي للروندة الأولى ولاية صفاقس مدام سعيدة الأسود شعبك مدام سعيدة عسلامة شعبك مدام سعيدة الحمد لله لاباس عايشك شحالك يا مدام سعيدة ان شاء الله لاباس عايشك وين السكنة تراه طريق العين كيلومتر ستة ولا تاني طريق المطر لا طريق لفرانك ملا طريق لفران يا غالي ملا لو ملا يغدروه غدران ملا ملا تحية ليك تحية لصفاقسية الكل يقبلوا تفادليك والجو تحية ليكم الكل طبيعة الحال به مدام سعيدة اليوم في حلة جديدة وما تعرف بدلنا وشقلبنا الأوقات وقلبنا وشقلبنا فكاية فهم لطفي بندقة اليوم في منافسة مع إسلام على البزر انت حاضرة المباراة وعندك هكا في مخك شكون باش تختار ولا حاضرة يلا سلفي من توا هكا بديت عربنا تعربنا خلينا نشوفوا المتباري الثاني بالك شي عنده رايخ نشوف ماك تعرف القرعة جيب سلفي حديثي بقية برج الوزير خالد جمايل عاصمة يا خالد عسلامة ربي فضلك شعوالك يا خلودة نبس عليكم صحة بخير والله الحمد لله افترت امورك واضحة خالد الحمد لله يسكن في التور دو مينيستر ذك برج الوزير خالد حلوة خالد نعم ماك تعرف كي تبدا المادة الشخمة تخدم سيكل المعدة مريقلة صحيح رزنت شويه في الماكله ولا ماك تعرف قايله الحمد لله الحمد لله مراسه الناس والحمد لله هذيك وين حبيت نوصل انا الحمد ما يفاد الكوش ملا به خالد سعيده باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار لطفي بندقة ولا اسلام جملي باش يعاونوه على كيما يقولوا عاونوه على هم الزمان احنا يعاونوه على الاسئله باش تربح الالف دينار على هم لسأل نعم نبدأ بك أنت مدام سعيد هاي حاضرة حاضرة
10 ثواني مدام سعيده مطالبه انك تجاوب في اقل توقيت وثلاثة اجابات صحيحه. سؤالي يقول سمي لي ثلاثة ارقام من مضاعفات 10. مضاعفات 10 100 و10000. 100 وقد ايه؟ و1000 و10000. 100 و1000 و10000. 100 و1000 و10000. مشيت للغادي عليها ربط الغادي انت 100 100 ها 100 قبل مدام سعيده مغرومه بالارقام به. ثلاثة اجابات صحيحه في 7 ثواني. برافو مدام سعيده. نمشيو لخالد. هاي خالد مرحبا. حاضر؟ حاضر باذن الله. 10 ثواني خالد مطالب انك تجاوب في اقل من 7 ثواني. السؤال يقول سمي لي ثلاثة ارقام من مضاعفات 1. ثلاثة خمسة ستة. ثلاثة خمسة ستة. معلش مشيت غادي. واحد أكيد. واحد في اثنين، واحد في ثلاثة، واحد في الأربعة. قضية في قضية من ثانية يا سيدة المخرجة المعدة في خمسة ثواني. خمسة ثواني خمسة ثواني. برافو به خالد. عايش ماشي. كنت أسرع من مدام سعيدة. تختار أنت خالد إسلام وإلا لطفي. ها خالد إسلام إن شاء الله. إسلام خالد معايا. هي من الأول عرب نتاع عليا. أي صديقتي من سابق عملها. مدام سعيدة من الأول اختارت لطفي من 11 مش من الأول. باهي لطفي مع مدام سعيدة، خالد مع إسلام. ننطلقوا في سؤال الأولوية. البزور يا لطفي توا، وما أدراك ما البزور؟ القانون تعرفوا، لازم ما تنزع البزور لما نكمل أنا السؤال. إسلام تعرف القانون. السؤال يقول شنو هو الدهر؟ الدهر الزمن. الزمن ولا الزمان ولا كل نعتبره مصحح. خليك خليك يا برك الالف ننسيها برك. لطفي معك مدام سعيدة. اي لا سعيدة ساعة لا سعيدة. انت الفزغول اللي بحذاك شكور؟ ولد بنتي يعاون فيك على الأسئلة ولا؟ لا 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 ما فهمش. أنا نقول له اسكت هو بحذية كان أنا وياه. ربي فضلوا لك. خليه 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 بركة. خليه خلي شيخ خليه. عايشك عايشك. يلا مدام سعيدة لطفي سؤال 30 ثانية. سؤال على نقطة. خطوة أولى للدور النهائي. سؤال يقول شنو الوزارة اللي كانت تدير مدرسة أشبال الثورة الجزائرية؟ الاقتراحات الشؤون الاجتماعية، الداخلية، أم الدفاع؟ إجابة موجودة. تشاور أنت ولا سعيدة؟ يا إلا سعيدة الدفاع. أنا أقول الدفاع وأنت إيش تقوله؟ الدفاع الدفاع. أكهب الله يدافع علينا إن شاء الله. كان مدام سعيدة حسيتك متأكدة من الإجابة ولطفي متأكد من الإجابة. معناها ما استعملتوش 30 ثانية. لا 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 خليهم لغيرنا. عجيب والله. ثقة كبيرة في النفس. متواضع متواضع. لا لا قرين البرة في السردة. مدام سعيدة. نعم. الوزارة اللي كانت تدير مدرسة أشبال الثورة الجزائرية بين الشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع، اخترتوا الدفاع وعندكم المعلومة. حسيت احنا ما نلعبوش في الامور هذه. يعني السسبانس زايد. كنت في سفاقس بالذمة على الحكاية هذه. مدام سعيدة الفطور طيب بما انه حفيدك بحذيك؟ طيب ملا ما رحمة ليه يا ودي. ملا ذي في كل بلاصة. ملا ولا كلهم قارين في مجيد ابو ليلى. هذوما باز قارين في مجيد ابو ليلى. تحية لسفاقس وعلينا في سفاقس. جواب صحيح الدفاع. برافو مدام. نقطة أولى وخطوة أولى للدور النهائي. برافو مدام سعيدة. برافو لطفي. لطفي قاعد بخطى ثابتة يكذب كل اللي تقال البارح أنه القدم متاع العبيالة بشيخ بجماعة رمضان.
وشعات 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 وشعات. سؤال الأولوية مرة أخرى لطفي إسلام. السؤال يقول دوزينة ونص مال سوقة يعني قديش فيها من كعبة؟ 18. جواب صحيح. إسلام مغرمة بالكوجينة شوية شوية نوبي والله والله ظالمني والله ولا هو مكياج برشا ودني والله يا إيه مكياج برشا ظالمني ظالمني يا ظالمني حاجة في بلاصتها يا ظالمني يا ظالمني نهديها نهديها تن ذوقك مرة حاجة وقول لي ظالمني ولا لطف عليك من الظلم الله لا يظلمك يعيشك كعبة كيف كنت يظلموك عاش مازال فاتو شينا شينا معناها انت توا حاجتين يا قاعد ترمي في الورود تقول انت خليها باش ما يصيرش قصف عشوائي كما البارح خليني نرتب السيره فهمت والا والا صادق ينجم بيكون صادق عليك انا حاسه في اطار استراتيجي نتاع لطفي بورق اسلام معك خالد خالد مرحبا يا خلود عندك 30 ثانيه مطالب انك تعدل النتيجه يا خالد ركز خذ وقتك شاور انت وسلام أعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. السؤال يقول شكون الرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية؟ الاقتراحات جون كينيدي، جيمي كارتر، ولا ريتشارد نيكسون. خالد عندكش فكرة شكون الرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية؟ جون كينيدي ولا جيمي كارتر ولا ريتشارد نيكسون؟ أنا لو محافظ منهم كان كينيدي وانت فيها شكون نستبعدوا دايوغ نرش 37 من عرش جيبوا بالزهر خالد قولوا ريشار نيكسون انتهى التوقيت خالد تحب تجرب زهرك ولا زهر رسلام انا اقول كينيدي انت تقول كينيدي الجواب نهائي اللي كنت يا خالد راه اقول كينيدي انت تقول كينيدي دونك خالد قال لك خويا انا نحب نجرب الزهر متاعي كهو. وله الحق في ذلك كهو كينيدي على كينيدي على روح صحيح دونك هو اختار كينيدي اسلام اختارت ريتشارد كيمبل نيكسون مي اسلام ما جاوبت بالزهر قالت انا نجاوب بالزهر ما عنديش المعلومه وعمك خالد قال لا انا نجرب الزهر متاعي هاي خالد تفضل صديقي العزيز الزهر اليوم ماهوش 5-5 للأسف الإجابة غلط زهر سليم هو صحيح ريتشارد نيكسون هو الرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية شو محلها قتلوا مين سألش خالد شوف الحنانة أنت فرحان من داخل شوف أنت فرحان أنا متأكد لي أنت فرحان من داخل به البوزر مرة أخرى وفرصة لطفي وإسلام أنه تمرون للدور النهائي انت ومدام سعيده لطفي سؤال مدام سعيده ربي يسعدنا سؤال البزر مره اخرى السؤال يقول المثل شي يقول حط في بطنك بطيخه سيفي بطيخه سيفي سريع تريني في رمضان هادي مجاي لهنا في رمضان اسميك تريني وان بليس انا قلت لك ممكن تبدا اشاره القياده في المحك ماذا بيه ماذا بيه هكا عنده عليش ماذا بيه باريكزامبل يطلب جياس بعدين يقول له صديقي خير بحت انت البارح يقول له جياس والله البارح خسرت خسرت خطرين ربحت خطرين اليوم ربحت ذيك ما يشريهاش بالفلوس وجياس رو قليل وين يخسر ويهبل بالخسارة يهبل يهبل من الخسارة جياس يا خلي شو يديها كزي وقفوق البزار عمل البارح به مدام سعيدة مدام سعيدة شو اسمه ولد بنتك؟ أمير أمير ربي فضله أمير قد عمره أمير؟ أربع سنوات أربع في ماي يعمل أربع سنوات في ماي أربع سنوات قل له هوك صوتك خرج في إذاعة FM وانت عمرك أربع سنين ربي فضله لكم مدام سعيدة مدام سعيدة عندك 30 ثانية 30 ثانية يفصلوك على الدور النهائي ركز خذ وقتك تشاور انت ولطفي تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت السؤال يقول شكون الفنانة اللي اشتهرت عالية بالعيد في أول مسيرتها بتأدية تغنياتها معناها عالية بالعيد اشتهرت بتأدية تغنيات الفنانة هذه الاقتراحات
اسمع الاقتراحات بالك شي ما فيهمش ام كلثوم. شكون يدري؟ نجاة الصغيرة، ام كلثوم، ولا اسمهن كما قلت مدام، كما قلت ما غير ما تخمم برش. هي غنات ام كلثوم وغنات زادة وردة معها، ما المكثر ام كلثوم. ما غنات يا سيدي يا شوكة. غنات ام كلثوم اول مرة في نجوم الغد وقت الحلقة هذيك نذكرها كما بزارك يا لطفي. بسم الله الحسين. به يا مدام سعيدة. نعم. لطفي قال لك موافقك عالية بالعيد الفنانة القديرة غنات أم كلثوم. لسه فاكر غنات. وغنات زادة وردة، بما أنه ما عندناش وردة لهنا، دونك الاختيار كان أم كلثوم. أيدك في الرأي نتاعك. وامير زاد دار فيه قاعد يغنينا في ام كلثوم تو مقبله مسلطن. ها شيخنا امير. امير مسلطن مقبلك مسلطن امير. انا عجبني امير، انا امنيتي تو نفهم كيفاش قاعد يقول هكا فرحان هو. درس قاعده تحكي بمير عزيز. مدام سعيده. نعم. الفنانه اللي اشتهرت عليا بالعيد في اول مسيرتها بتاديه اغنيتها هي الفنانه كوكب الشرق ام كلثوم. جواب صحيح. مبروك عليك الدور النهائي، نتلقاو بعد شويه مدام سعيده في الدور النهائي. خالد الله غالب صديقي، جاتك فرصه لتعديل النتيجه. الحظ ما كانش معاك ولكن ما تروحش مغشش يا خالد. مبروك عليك بوندا شاقيم تو 100 دينار من نادي اتصال تونس. خالد ونخلي لك كلمه، يلا خلي لك كلمه الختام خالد. علاش كنت حاب تسلم؟ تحيه للناس كل اللي عشان والعائلتي اللي عاشوني وفعد الكل، بارك الله فيكم. يعيشك يا خالد، نسلم عليك برشا. مبروك عليك البوندا شاقيم تو 100 دينار من نادي اتصال تونس. انتصار لطفي بندقه في اول ظهور لي في العب يلا. بغيت تسلم اسلام. برافو برافو. روح رياضيه، روح بالفيت وشال. برافو بالفيت وشال. لطفي بندقه ينتصر على اسلام ويكذب الاقاويل. بعد شويه الروندة الثانيه، ثنيه الربح كالعاده واحده اتوال 600 اتوال وواحد دياس كود يوصلك لل 50 مليون من هداء. الأربعة 31 دقيقة على FM أحلى راديو، مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. مباراة نار فيها برشا تشويق وبرشا حماس. التشويق بنحب نعرف هل إسلام حاطة بوامور؟ ها؟ حبيت نجربه باش نفهم. والحماس حماس لطفي بندقة أنه ينتصر الزملاء، خاطر أبريتو أنتم مجموعة من الممثلين دخلتوا على الخط باش تكونوا منافسين شرسين مجموعة قديمة. احنا عنا برشا شيء وقت، عنا بدي احنا صغار وحنا شرسين صحيح. باش قالك نقسموه، ما احنا الفريق نسميه فريق الممثلين وفريق الفتيات ولا الصديقات. صديقات هي الالعاب يلا ولا فتيات؟ فتيات عجيب والله. الفتيات خاطر كل واحدة عندها مهنة، راهو الطبيبة والانستغراموز والفاشن ديزاينر، وعندنا الفارماسيان، وكل واحدة وعندنا الأستاذة. هو بيرو شغل هذا. إي بيرو شغل. يا خويا الممثلين كونتر قدماء، قدماء أقدم منكم هما. صحيح صحيح. قدماء العب يلا. يلعب يلا. فوالا. به. روندة أولى ينتصر فيها لطفي بندقة، خلينا نشوفوا الروندة الثانية شكون معانا. نمشيو للوردية تونس. سي عبد العزيز السعدي، شعبك سي عبد العزيز؟ عسلامة عسلامة. شنو هو الأحوال يا سي عبد العزيز؟ والله عم تدونا شنو أحوالك أنت سي وليد؟ توا اسمعني أعطيني الصحيح في الحومة شي عيطوا لك الحقيقة. والله عزيز قبل كل شيء، قبل كل شيء أنا راهو تكلمت عندي، كنت عندي 4 سنين في الوردية، ما أنا ولد باب الخضرة. أنا ولد الوردية أصلا. ولد باب الخضرة معناها ولد حومتي أنت. اي ولد حومتك، ولدك ولد حومتك، انا ولد باب الخضرة، اما سكنت عندي 4 سنين توا في الوردية. باهي مالا قول لي في باب الخضرة اش كانوا يعيطوا لك؟ خاطر تنجمش تقول لي من باب الخضرة ما كانوش ما يعيطوا لك. يعيطوا لي بول عز. يعيطوا لي بول عز. العز كل عنده هو ابوه هذا. سي عبد العزيز يعيطوا له بول عز. دونك احنا اليوم شنو نعيطوا له؟ بول عز. اكاو دونك بول عز حاضر المباراة. ان شاء الله قدرة الله سي وليد. اقعد معنا ما تعلقش تكور مع ام العزمة. اقعد معنا ما تعلقش تليفون، نمشيو للقبلات. باجا صابر الرياحي، شعوالك يا صابر؟ عسلامة عسلامة. لاباس لاباس صابر، بنات لاباس.
والله الحمد لله. طيب بيه مشايحين لك ريقك ولا مشايحين لهم ريقهم؟ لحقيقة والله مشايحين لي ريق. ربي فضلهم يا أخوي. اسمع هذوكم هذوكم راس المال. ها؟ والله هم راس المال والله. ربي فضلهم لك. ربي فضلهم لك يا سابر. به سابر وبولعز. بولعز صحيح نمشيو بولعز. اي سابر وبولعز عندكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت كالعادة عنده حرية الاختيار. احنا هنا بكل شفافية عنده حرية الاختيار. لطفي بنطقة وإلا إسلام. نبداو بك أنت يا بولعز. حاضر؟ حاضر. يزمك جاوب في أقل من 10 ثواني. السؤال يقول سميلي ثلاثة ماكلات نحطوا فيهم العسل. لسه ما كنت نحط فيه محسن القهوة. يا أبو العز راك ودب بالخضرة. الدراع واحد وذيك نورمال ماهوش كبير يعني خياني. تونس كاملة تاكل الدراع متاع باب الخضرة في العسل. هو برك ما ياكلش. باهي إجابة في 10 ثواني. نمشيو لصابر. أي صابر أخويا. حاضر. حاضر. السؤال يقول سمي لي ثلاثة ماكلات تتزين بالفاكهة. لا سيدة سيدة أخرى. روز روز أزعب بالفاكهة. باهي باهي يزيك أو هما زوز إجابات. أما أنا قبليك بركة قلت الدراع. الدراع ما نحطوش في فاكهة نحطوا فيه فاكهة. مالش بك ما سبتوش يا صاحبي. المسفوف المسفوف. اوه عليك المسفوف. المسفوف جاي ورمضان هذاك اخويا. الله يخصص مؤمن. به صابر كنت اسرع من 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 بولعز وديجا عطيت زوز اجابات صحيحه. بولعز اجابه فقط. دونك صابر لك الاختيار. لطفي بنطقه والا اسلام. اسلام. اسلام مرحبا. جمهوره يا اخويا عنده جمهوره. انا غيرت في الاسلام بصراحه. عنده جمهوره. صابر مع اسلام. انت معك بولعز. بولعز بولعز وما ادراك. انا ولد الورديه. هو توا انا ولد الورديه اصلا. هو لا هو ولد باب الخضره قال لك. هو عامل رونفوا على الورديه. هو عامل رونفوا على الورديه. عامل رونفوا. اي به البزر توا السرعه. لطفي بنطقه. اسلام جاملي. السرعه والدقه مطلوبين الزوز. السؤال يقول اش معناتها دبا دبا؟ بشوية معناتها ديقة ديقة. ديقة ديقة بشوية. جواب صحيح. أحسنت يا إسلام. ديقة ديقة جواب صحيح. خطوة 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 الكل من نعتبروهم أجوبة صحيحة. أنت معك صابر. هاك صابر. هاي صابر. هاي صابر وراضي. صابر وراضي. صابر عندك 30 ثانية سؤال على نقطة تتشاور انت والأخت إسلام وتعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. السؤال يقول وين يلزم تقرأ في الجامعة 3 سنين اختصاص شرطة باش تولي بوليس؟ الاقتراحات النرويج دنمارك ولا غانا؟ نرويج دنمارك ولا غانا؟ صابر عندكش فكرة وين يلزم تقرأ في الجامعة 3 سنين اختصاص شرطة باش تولي بوليسي؟ النرويج ولا دنمارك ولا غانا؟ نستبعد غانا الحقيقة بين النرويج والدنمارك. الحقيقة نصور النرويج يا صابر. النرويج مش النرويج. تبعني؟ متبعني. النرويج. تبعني نبني والدنيا زينة. الدنيا. لو بوليسي معناها مش بوليس واحد آخر. بوليس هي. صابر نعم. جواب نهائي النرويج. اسلام حسيتها عندها المعلومة متأكدة منها وصابر تبعتها ما عندكش معلومة. ان شاء الله نعمل على ربي. وين يلزم تقرأ في الجامعة 3 سنين اختصاص شرطة؟ حلوة ذي اختصاص شرطة ولا حلو؟ معناه مش يعمل احنا في تونس تعمل اكاديمي. لا احنا تعمل اكاديمي فما تعمل اكاديمي ميليتير ومن بعد تمشي تعمل معناها تختار الاختصاص نتاعك اختصاص في الامن. فهمت؟ مي فما زاد اللي يعملوا مدرسة اللي يخرجوا منها محافظين ويخرج يقراوا في ثم في سيدي سعد في القروان شو تتسمى مدرسة الضباط.
لا لا عندها اسم اخر يعملوا مدرسه الاداره ظهر لي المدرسه القوميه الاداره ظهر لي ومن بعد ما غادي يمشي و يمشي اما ما عندناش معناه من الباك تمشي تعمل ثلاث سنين اختصاص شرطه. صابر نعم الجامعه اللي تقري ثلاث سنين عفوا الدوله اللي يقراو فيها ثلاث سنين في الجامعه اختصاص شرطه باش تولي بوليس هي النرويج. جواب صحيح برافو برافو سلام. ها بديت سلام يا خويا بديت تصفق ولا هي وكامل امورها ولا كذا وتكلم على روحي قلم بغافو وتصفق على صحيح. يلا البزور يا لطفي بنخا ولا شنو تحلك الهواء خويا شو نقول لك قوات لي فريت ما اسلام هكا لطفي اسلام السؤال يقول له منين جايه كلمه تريسيتي؟ ها الكهرباء ضوء اي الكتريسيتي الكتريسيتي جواب صحيح الكتريسيتي جواب صحيح. لطفي معاك بولعز بولعز هاني سلكتها لك سي بولعز خويا وتو دبر راسك هاي بولعز حاضر 30 ثانية باش تعدل النتيجة بولعز وتتشاور انت ولطفي تعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. سؤال يقول نسبة لشكون متسمية مدينة فتحية التركية بالاسم هذا؟ اقتراحات أول طياري جيش الجو العثماني مفتي السلطنة العثمانية وإلا زوجة أحد السلاطين. الإجابة الأولى باش نعاود أنا سي وليد دابا نعم يا أبو العز جواب شنو أنا قايل في بالي الثاني الإجابة الأولى الإجابة الأولى الطيارين هذوما أنا ما خاطر في نخدم في الطيران باه خايف لا يضربني الضوء أبو العز يشعل الضوء جا النقص باش تتابع باش تتابع لطفي باش تتابع لطفي ولا باش نتابع لطفي مع الإجابة الأولى معناه انت تبعني نبني والدنيا زينه تبعني قال لك لطفي انا كنت نخدم في ميكانيك الطيران طيب. ميكانيك الطيران ما في الخطوط تنسير في لطفي تفاديا للاشهار اي اي ديري برا بركتي احنا ماذا بينا نزيدوا نشهروا لها اي ناقل وطني معناه الغزاله وما ادراك يا خويا شنو تحب هاي تعب الغزاله لا مات ما كلات الجمله لا بدات تاكل والله بدات تاكل هي ما عملت غريف دفان يسيبها برك بولعز لطفي قال لك اول طياري جيش الجو العثماني وانت اقتنعت بكلامه وتبعته وقنعك خاصه انك قال لك راني كنت نخدم في ميكانيك الطائرات هكا ولا ايه وكان يطلع غلط ليش تخزوني تبيتوني في الجورجاني انت هذاك وعملت اجتهاد هي لعبه هي لعبه في وليد هيا لعب صحيح بولعز كبيرة من بولعز صحيح نسبة لشكون متسمية مدينة فتحية التركية بالاسم هذا نسبة لأول طياري جيش الجو العثماني اسمه فتحي بيك فتحي بيك 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 فتحي بيك بيك اي كل السيل اي يا سيدي تعادل عادل بين لطفي واسلام وبين عبد العزيز وصابر باش نمشيو للسؤال اللي باش يفصل المباراه وباش يفصل الروندة الثانيه زعما 2-0 لطفي والا 1-1 لطفي واسلام وهكا تكون اسلام عدلت النتيجه ووقتها ذراعك يعلف في الدور النهائي. سؤال بزر مره اخرى لطفي اسلام السؤال يقول له اللي داروا من قزاز ما يرميش الناس باش نوع الحجر لا هي سابقش هي يشعل البزار يشعل يا خويا معطي لها ليه فهمت اللي ماهوش ما انت سريع برشا على البزار دونك خاطر يده كانت بعيدة شوية على البزار هي نعود شنيش الكول فور ان هذك هو طاربني يا سابر اي سابر وراضي يا سابر عندك 30 ثانية يوصلوك للدور النهائي كان جاوب صحيح يا صابر السؤال يقول شكون أول تونسية تحصل على دور البطولة في مصر؟ الاقتراحات
حسيبة رشدي، فتحية خيري، وإلا سلوى محمد. عندكش فكرة شكون أول تونسية تحصل على دور البطولة في مصر؟ حسيبة رشدي ولا فتحية خيري ولا سلوى محمد؟ فتحية خيري والله. متأكد ولا بزهار؟ لا ما عنديش الإجابة معك عرش حقيقة حتيني ما عنديش. أي أنت التوقيت صابر، إسلام ما عنديش الإجابة، نتبعك الإجابة الثانية غلط. حسيبة رشدي، فتحية خيري، سلوى محمد. اخترت فتحية خيري وللأسف حسيبة رشدي الإجابة غلطة، هي حسيبة رشدي. حسيبة رشدي كان قريتوا على روحكم، ما يصيرش فيكم هكا. الله غالب. به نمشيو للكيستيون باراج مره اخرى. السؤال هذا اذا حد من المتبارين، حد من الكرونيكور عفوا، خذا الاولويه والمتباري اللي معاه يجاوب صحيح مبروك عليه الدور نهائي، يجاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يمر مباشره للدور النهائي. كيستيون بزر لطفي اسلام، السؤال يقول شنو هو الربح؟ لطفي ها؟ الربح والربح الملح. الملح صحيح. واحد مازال كيعرس، واحد مازال كيعرس يا اخي، مرته باش تمشي قوي لي لطفي شوف. مرته مازال كيعرس وباش تمشي يقضي لها القضية، مازال كيعدوا الفواج دو ناس. قالت له راه الربح ما ثمش. قال لها ملي خذيتك حتى انا عارفه ما ثمش. بولعز فرصة لصابر جاي تضيعها. بولعز فرصتك باش تمر للدور النهائي، 30 ثانية سؤال يقول. شكون أول لاعب عربي ياخذ ورقة صفراء في المونديال؟ الاقتراحات طارق ذياب، نجيب غميض، ولا علي الكعبي؟ توا عاد هذا نورمالمون تجاوبون عليها. علي الكعبي خاطر ديفونسور، ديما لي ديفونسور قبل. علي الكعبي. الآخرين دو دومي ديفونسيف، وطارق صنع ألعاب نمرو 10 وقت كانوا جوارين. علي الكعبي. اللي ماركينا بونتو كونتر المكسيك، وكان سبب في بونتو ماركينا لاتو وقت يلعبوا كونتر بولونيا. هاي بزرك بزرك قبل ما يفل الوقت. هاي بولعز جاوبني. هاي علي الكعبي. جاوبني هاي علي الكعبي. ايه وعملت لي تحليل كامل ونص تيرا وفوق تيرا. نفهم شوية في الكهرة. عجيب والله نفهم شوية في الكهرة. نكتب صحافي بطاقتي بقيمتي بهيبتي غير انت وليد ماكش حاسس بيا. راك قاعد تبلبس وحدك. هاني سكت هاني سكت هاني سكت. قاعد تبلبس وحدك. أول لاعب عربي ياخذ ورقة صفراء في المونديال ماهوش علي الكعبي، هو طارق دياب. طارق دياب للأسف. كيفاش طارق دياب كابي واحدة دومي ورقة صفراء للأسف؟ بولعز صابر يمر للدور النهائي. مبروك عليك صابر، نتلقاو بعد شوية. صابر بولعز كنت متباري ممتاز، انت زادة مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من أداة تسالة تونس. ونخلي لك كلمة الختام، كنت حاب تشكر لطفي على المعلومات القيمة في الرياضة. أنا حبيت أول حاجة الساعة هي لعبة. صحيح. حبيت نسكر في لطفي عايشك نسكر يا كامل إذا أعطتني فرصة باش نشارك معاك. ربي فضلك. شفت الحنانة. نسلم على شدي سي وليد وفتحوني. ربي يخليك. نسلم على العباد اللي تعرفني، بارك الله فيكم على المستشفى وعلى الشركه. واحنا نسلموا عليك برشا، وفرحان برشا انك شاركت معنا اليوم. صح. وروح رياضيه كبيره. محليك بولعز، والحوم العربي ديما راهي ولاده كما يقولوا هكا. ولاده الحوم العربي ديما ولاده، واكثر حاجه ولاده في الحوم العربي هي المحبه. ولد الربط بالحق. المحبه لطفي، المحبه، محبه الجيران، محبه الناس لبعضها اللي ان شاء الله يا ربي ترجع. مهم جدا لنا ترجع. به محبتك لسلام تاو سافا يا حبنا ترارع خاطر جابت خلجي جابت العجين كما يقولوا. ما يسالش والله. هو يسمى سلك هيدي الحقيقه. اي صحيح. ما باسا فوغل معناها هديه 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 هديه. ميرسي. تعادل عادل بين لطفي اسلام. بعد شويه الدور نهائي، 1000 دينار باش يكون من نصيب صابر، والا العظيمه يمشي المليون للصفاقس الغاليه. اه في بيع شرك لل 100 مليون ده. 100 مليون خويا. لا 1000 دينار. شاكك في جيبك. شاكك في جيبك. تعال سفيان نديهش. نتلقاو بعد شويه في العبيله.
54 دقيقة عليا فيهم أحلى راديو، مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. فينال دور نهائي بين صابر ومدام سعيدة. صابر مام حاضر؟ حاضر. مدام سعيدة حاضرة؟ حاضرة. به القانون سهل مهم، كي نوصل للفينال كل متباري ينجم يستحفظ على الفريق متاعه كان الزوز فرق مختلفين. صابر انت لعبت مع اسلام ومدام سعيدة مع لطفي، دونك تحبوا تكملوا مع لي دوز ايكيب ولا نعاودوا القرعة؟ انا نحب نكمل. هي مصرة من الاول، هي مصرة الححن وصابر يكمل. دونك دونك نبعدوا على القرعة، نواصلوا نواصلوا بنفس الفرق. دونك مدام سعيدة مع سي لطفي، صابر مع لا اسلام. سؤال البزار، وما أدراك السرعة والدقة مطلوبين. توراو وفيت فدليك دق وصل للدربالة تو صحيح. عندك ألف دينار يا لطفي ويا إسلام. عندهم هم باش ياخذوا عندهم هم. سؤال الأولوية، السؤال يقول قداش مدة ستوري على الفيسبوك؟ لطفي مدة ستوري على الفيسبوك؟ لا متخممش تعطيني الإجابة ديريكت. هيا في الوقت عاد مش اقتراحات فميزة. 24 ساعة مدة ستوري على الفيسبوك نهار. انا كنت مش قلت لك تحب 24 ساعة. 24 ساعة اي ما قلتش. نمشي لإسلام. إسلام لك الكلمة، معاك صابر. هكا صابر اي ما فهمتش عن ننزل على البزر لطفي. والله يتخذ حاب يفك فرحان. انا اعطيني نحي البزار وكاك حتى حتى المليون نعطيه. المشكله مش انت تقرف المليون. به اسلام معك صابر. صابر 30 ثانيه سؤال على نقطه، خطوه اولى للألف دينار يا صابر. اسوال يقول شنو القانون الموجود في الصين باش يعلموا الصغار احترام اشارات المرور؟ الاقتراحات، يقراوا الكود من اللي عمارهم 8 سنين، يعملوا تحية للكراهب في الشارع، يشريوا لعبة تفسر قانون الطرقات. اسلام صابر. صابر نورمال ما يعملوا تحية للكراهب في الشارع. قالك شنو القانون الموجود في الصين باش يعلموا الصغار احترام اشارات المرور؟ اش قاولك هما هما تكنولوجيا برشا. نورمال ما يشريوا لعبة كراهب تعلم الصغار هاي. تحب تبعني ولا ليه صابر؟ انت شنو رايك؟ يعملوا تحيه للكراهب في الشارع. انت توقيت صابر راي باش تبع سليم ولا باش بدل رايك؟ تبع سليم. صابر شبيك؟ انا حسيتك دايخ شويه. شبيك مغشينك؟ مغشينك في الدار صابر. لا والله الحمد لله يا ربي. هي يعطيني الابتسامه يا اخوي. هي اسمع العب يا ستريس نلعبوا نضحكوا. تبع سليم صحي. تبع سليم مع ابتسامه يتبع سليم. جوك احلى جو. صحيح جواب صحيح. يعملوا تحية للكراهب في الشارع. يعملوا تحية للكراهب في الشارع باش يعلموا الصغار احترام إشارات المرور. جواب صحيح يا صابر. بها عنا نقطة لصابر وإسلام، مازلنا صفر من النقاط لطفي ومدام سعيدة. البزور مرة أخرى زعم لطفي باش يعدل النتيجة وإلا لا ولا معك. إسلام ديريكت ألف دينار ويكون مبروك على صابر. سؤال يقول السفن هو نوع متاع شنو؟ استنى استنى عفوا 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 نعاود السؤال خاطر انا قريته غلط. عفوا عفوا نمشي لسؤال اخر نمشي لسؤال اخر. اعطيني كيستيون واحد اخر. هو السفن شي حريقة قلنا شكل لي شنو عمل لها. اعطيني سؤال اخر نمشي بلوك اخر. بلوك اخر هاي بلوك اخر هاي هاي سيدي. حاضرين بزر مرة اخرى. حذرين. اسلام لطفي. السؤال يقول على شنو نقولوا عندهم ودنين؟ القاضي. لا الحيوت. الحيوت عندهم ودنين يا لطفي. انا خسارة عندك الودنين القاضي زاد. لا الحيوت عندهم ودنين يا لطفي. حتى القاضي عنده ودنين هاك كبار يبداو يعملوا ماكلة ماكلة هاي نقولوا هكا نقولوا عندهم ودنين. أي. لا نقول ودنين القاضي. القاضي القاضي اي. اسلام الحمد لله يا ربي. صابر صابر اسلام عندكم 30 ثانية يوصلوكم للألف دينار. السؤال يقول
شنو هو المكون الأساسي في أكلة موسوكا اليونانية؟ الاقتراحات: الديك الرومي، البيتنجان، وإلا الكرومب. يا صابر، عندكش فكرة شنو المكون الأساسي في أكلة موسوكا اليونانية؟ الديك الرومي ولا البيتنجان ولا الكرومب؟ الديك الرومي نحي. أي نحي الديك الرومي. البيتنجان ولا كرومب؟ يونان يونان. في التوقيت بتنجين. انت التوقيت بتنجين ولا كرومب؟ انت التوقيت سلام. انت التوقيت الكرومب. جواب نهائي الكرومب يا صابر. المكون الاساسي في اكلة الموسوكا تعرفها انت يا سلام؟ ايه جملة. مال علاش اكيد في البتنجين هكا؟ صابر اختار الكرومب والاجابة غالطة، هو البتنجين. يا ريت تبعت سلام. جيت فذية وما تبعتهاش يا صابر في الصحيح. يلا مازالت المباراة، تعطيني سكور بربي سكور. انا نقطة الاسلام، مازلنا صفر من النقاط. اللطف يلا سؤال اولوية مرة اخرى. السؤال يقول: كي درجال كي دين وكي دنسا قديش؟ ما فماش الرجال كي دي ها وكي در نساء ما فماش، معناها حاجه طب مقوله معروفه. فما كان ما كان جي خاطر هي 16. اي كي در رجال ما فماش، ولا كي در رجال كي دين وكي در نساء 16 والا ما فماش، معناها طب لا حدود. لا حدود هاي تتقال، معناها تتقال ما فماش، تتقال لازم المعدين نتاعك السير. والله سير، ولكن احنا ملك حكا احنا عندنا 16. اي انا نعطيكم ملتيبلي بارديس على طول. احنا عندنا 16، كان موجوده مش موجوده مش موجوده. يا معده معده تقول مش موجوده مره اخرى. يلا اسلام صابر مدام سعيده تعرف شنو قاعده تلهي بالبطل خليتني انا كيك. صابر صابر اسلام فرصه اخرى يا صابر. سؤال يقول: أنا هو أقدم مستشفى في تونس؟ الاقتراحات: بمارستان، العزافين، شار نيكول، ولا الرابطة. يا صابر، أنا هو أقدم مستشفى في تونس بمارستان العرافين ولا شار نيكول؟ بمارستان شار نيكول. لا لا لا، بمارستان العرافين. العزافين ولا شنو كانوا يداويو فيه، يستعملوا الموسيقى باش يداويو فيه قبل. تبرعت له عزيزة عثمانة وقتها بالفلوس. الاجابه الاولى صابر. تبع سلام ولا تبع سلام؟ فذي باش تبع سلام تو. ما كان في حتى حل. اقدم مستشفى في تونس بين بمارستان والا العزافين ولا شار نيكول ولا الرابطه. دونك صابر اختار بمارستان العزافين وتبع اسلام. صابر مبروك عليك الدينار. مبروك. مبروك عليك صابر. مبروك عليك يا صابر الدينار من هدية صلاة تونس. خلي لك كلمة الختام يا صابر. يا خويا نسلم على سلام برشا بحذاك. يعيشك يا صابر وانا نسلم عليك برشا مدام سعيدة. كل اصحابي واللي نعرفهم الكل. واحنا نسلم عليك برشا مدام سعيدة. انت زاد نسلم عليك برشا مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. ونخلي لك كلمه الختام مدام سعيده. بارك الله فيكم جاي خير. صحيت جاي خير، مازلت بشارك معنا مره اخرى. ميرسي بوكو مدام جيب لخوك لوليدك خير. ومبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. صديقي العزيز محمد الخماسي لك الكلمه. نعملوا كما جمعت صفور. سيد وليد زريات مرحبا بك، مرحبا بالضيوف اللي موجودين معاك. القدير والعزيز والصديق. ما خسر اليوم. خسر اليوم عبر بالمشاركه. المشاركه نعرف اني ما فماش حتى واحد خاسر في برنامج العب يلا. اي بعد شويه اول حاجه نعطيك معلومه. قياس خاسر لطفي بنطقة خاسر راني تعرف شنو ماني فاهم شيء. اي هذه المفاجاه. هذه المفاجاه يلعبوا عليها. يضعفوا يضعفوا ظهرني. يضعفوا يضعفوا يضعفوا. لا حبيت نقول بعد شويه تلقاو الدوامه بلوس الفريق حاضر احسن بن عثمان. بعد صديقي نجاح باهر البارح. ربي يخليك الحمد لله. انا عمك لطفي باش نحطوا نسمعوا تو الدوامه بلوس. شكون اليوم عندنا؟
حسن بن عثمان خالد تواتي طارق العليمي من الفريق حاضرين، وضيفنا مهذب الرميلي باش يكون موجود معنا اليوم نحكيو معاه على رمضان شو جديد وايضا على ما وقفوا في الفتره الاخيره وطفنا باش تقرا موافق صديقي خميسي بعد شويه في الدوامه بلوس ما بقى لي كان نقول لكم باي باي نتلقاو غدوه في نفس التوقيت باي.